غنموا أيامكم بحسن التهنئة بينكم إقامة لحق أخوة في دين الله أوجبها الله على كل من آمن به وجعل بها المؤمنين إخوة، فاسلكوا ذلكم المسلك واقتدوا بخير قدوة، واحذروا من أن تمتزج أعيادكم بمخالفة أمر الله والخروج عن التقوى، بمصافحة الرجل أيام العيد لزوجات إخوانه أو مصافحة المرأة لأزواج أخواتها وما إلى ذلك ممن ليس بمحرم، فليس إلى حل ذلك من سبيل، وقد حرمه الهادي والنبي الرسول الدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو في طهارته ونقائه وهو أطهر الخلق قلبا وجيبا، لم تمس يده يد امرأة غير زوجة وذي محرم، حتى كان يبايع النساء كلاما ولا يصافحهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واحذروا من السلوك وراء أفكار الكفار والفجار، فما هم لكم بقدوة ولا أسوة، ولا أرسلهم إليكم خالقكم، ولن ينفعوكم ولن يشفعوا لكم عند جبار السماوات والأرض. فاحذروا على دينكم، واحذروا على شرفكم وكرامتكم وأمانتكم، ما خلقتم أتباعاً لمن فجر ولا لمن كفر، ولكن خلقتم عبيداً لله الواحد الذي فطر، أتباعاً لمن اصطفاهم من النبيين والمرسلين.